أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله مانعتهم بلا بشر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين منين فاعتبروا يا أولي الأبصار همزة باني في الصاد ألف تبال ألا تبال الأبصار بك اسمه أبو أبو يكوت هذه بيسني بيسني فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب سمع الكلام كتابة يشاق الله قاف قاف هذا مد بلا دم مد معنى هذا سبدو هذا دو حروف ينفتما بأنهم شاقوا الله شاقوا تمباتي تو سادة تدبوني لين شاقوا يشاقي نبا بانكالي دا دنا لاني تيان لمبوتي تو يشاقي بانكالي دا إتو سجا إزايت كان دنا لاني تلمبوت يشاقي الله وكان يشاقي الله يشاقي تدا سابدو تبايا كتاب مدي تو ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين هذا خا وجون تكا دن زي وجون ليدا دنا بانك هذي كاتي باو ولي يخزي 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 ولي يخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أوتوا سما أوتوا سما دو دو كان أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون